تغلب على الصعاب دي كلها وقدرت تتغلب على اي تنمر بيحصل لها في حياتها. واكيد شايفه ورا ظهرها بتقول لي هو ده سلمها هطلع عليه، بيقولوا مش هتقدر، لا هقدر، مش هتعرف، لا هعرف. ده من شخصيتها القويه. ايوه هي شخصيتها قويه فعلا وعندها تحدي، يعني لو حد قالها مش هتعرفي تقول له لا ليه اقدر، هحاول هعمل وتشتغل على روحها. طب قولي لي بقى، رحمه عندها اخوات؟ عندها 2 اكبر منها ما شاء الله. واحد اكبر منها ب9 سنين هو دكتور صيدلي، وواحد اصغر يعني منها عمت. يعني اكبر منها. اه والله ده بجد. مين مين؟ قلت له انا عمته. ده بجد. أيوة. ابنه بقى عنده ابن. بقى هي عمته. بقى وعندنا احمد دكتور مهندس برضو، بس هما بره مصر ما شاء الله. ما شاء الله بيحبوها جدا. اكيد جدا دي كانت دلعتهم. لا هو كمان من زمان كانوا على طول معاهم، وكانوا دايما ياخدوها حفلات في الكليه، ياخدوها قعده تتعلم حاجه يقولها طب اعملي كذا واعملي كذا ويعلموها، فهم كانوا سند كبير وما زالوا. اي نجاح ليها يكلموها، عامله ايه، بتعملي ايه، اخبارك ايه كده يعني. طبعا ما هم يعتبروا مربيينها، لان ده حقيقي كانت اكبر صغننه، فكانوا على طول بيعلموها كل حاجه. طب ايه انت من جواكي كده مش بتتمني ان رحمه تبقى عروسه؟ طبعا مش كده؟ طبعا. بس هي بقى هي ليها شروط. هي لا هي قويه. هي بتقول لك لا، هي بتقولي ان انا او اخليها هي اللي تقول، قولي انت عايزه ايه. لا بصي ايه شروطك يا رحمه؟ لا بصي انا عايزه اقول لك على حاجه. قولي. في ناس كتيره جدا جدا يعني هم مكسوفين، بمعنى اصح ان هم احنا عايزين نتجوزي. في ناس كتير قدموا لي وانا رفضتهم. انا عايزه اقول لك على حاجه، انا لو قلت الجواز هتجوز. بتكلم بجد والله. في عندها ثقه في نفسها. بس هي بتكلم بجد. أنا بس انا شروطي انه يقبل بيا زي ما انا. بس بس انا بقول حاجه، يقبلني زي ما انا بشغلي، بان انا بطل رياضيه، وان انا ليا حياه مش. ويدعمك برضه يا رحمه. ايه؟ يبقى ورا ظهرك يدعمك. وكمان يدعمني ويساندني وكل حاجه. لكن هي فكره الجواز بتقولك انا ممكن اتجوز، بتقولك مش حكايه مستوى اجتماعي او كده، لا ده احنا نتعب ومع بعض. لا انتوا الحمد لله يعني عايشين عيشه ميسوره الحال الحمد لله، وربنا كرمكم جدا. كرمكم برحمه اولا. بالظبط بالظبط بجد. والله هي اللي بتجيب الخير لكل الناس اللي حواليها. هي حقيقي خير وسعاده. ربنا يخليها لك. غير اللي عايزه اغير مفهوم ان الاسره اللي عندها طفل من ذوي متلازمه داون او الناس متخيله ان دي مشكله، لا انا عايزه اقول ان هم مصدر سعاده في البيت وخير بجد. ربنا يخليكي ليها يا رب. ويخليها لك، خلي لك ماما يا رحمه يا رب. حبيبتك دي صح جدا، صاحبتك جدا يعني تقريبا، يعني تقريبا ماما بالنسبه لي يعني مش مجرد كلمه ماما كلمه سهله، لا بالعكس دي كلمه لما انا بقول بس يا ماما تعالي ساعديني، يا ماما تعالي، من قبل ما من قبل ما تقولي هي عارفه بتيجي اني بتيجي عندي عايزه بتيجي. انا عايزه اقول لك ماما بالنسبه لي يعني تقريبا اختي، يعني ممكن الاقي امل تعالي تعالي تمام. تمام يعني تمام. لكن بجد والله هي فعلا اكبر سند واكبر دعم. يعني عايزه اقول لك فعلا رجاله تحت اقدام الامهات طبعا، والام المدرسه يعني فعلا. ماما من الناس اللي بجد تعبت كتير علشاني. بس هي ام يعني لازم هتعمل كده، لازم هتعمل. ربنا يخليكم لبعض يا رحمه، واشوفك قد كده 20,000 مره. وتنورينا دايما يا حبيبتي، وتنوري شغلك وتنوري بطولاتك. يا رب. انت سباحه وايه تاني يا رحمه؟ انا سباحه وتنس طاولة. اهو اتفضلي. ربنا يوفقك يا رحمه حبيبتي. وانا سعيده وفخوره بيك يا رحمه جدا. وإذا كان ابني بس يعني كبير شوية كنت جوزته لك، ما كنتش هتتكلمي. لا بالعكس والله، ده ليا الشرف. حبيبة قلبي ربنا يسعدك. ميرسي يا رحمة.